المصريين أدرك السيسي أن صوتهم عالي، وأنهم قالوا له في تويتر ارحل يا سيسي. برافو عليكم وتحية ليكم. الهاشتاج ده النهاردة بيقولوا تصدر الترند العالمي مش المحلي بس، وتحط على الشاشة اهو ارحل يا سيسي. ده من كام ساعة وورلد وايد اهو ارحل يا سيسي كان رقم 2. تخيل ارحل يا سيسي، يعني بيقولي دلوقتي اصبح رقم 1، دلوقتي حالا بقى رقم 1، لكن من كام ساعة كان رقم 2، دلوقتي بقى رقم 1. اعملوا له كمان، وصلوا له 1,000,000 عشان السيسي يسمع كلامكم ويعرف انه الحقيقة لازم يمشي. مش عارفين ننزل الميادين، طب ادي ميدان تويتر واسع ومحدش يقدر يلمنا. على كل حال، بمناسبة ان هو خرجنا من امة العوز، عايز يعمل بينا حاجة مهمة جدا. الحقيقة السيسي زي بقول لك قبل بس ما اتكلم عن امة العوز، الحقيقة السيسي مشكلته مع السوشيال ميديا، مشكلته الحقيقية انه مش قادر يسيطر على السوشيال ميديا زي ما هو اشتكى قبل كده وقال الكلمتين دول. ده انا النهارده هقدر اعمل حكايه جوه مصر بكتيبه او كتيبتين من التواصل الاجتماعي دول، تاخد انتوا منهم وتبقى الدايره مقفوله. هقول تاني للاعلاميين، الدايره مقفوله، تروح داخل على الشبكات جايب لك المنتج، مش المنتج، المعد بتاع البرنامج جايب لك الحكايه السايده على الشبكات ايه، تاخدها انت وتتكلم فيها وتبقى انت الدايره بتمر كده بتلف. لا وهو ايه بقى، لا وهو ايه علي، السيسي بيعلم الناس الاعلام، يعني بيعلم الاعلاميين اللي قاعدين، هو عمره ما دخل استوديو تلفزيون يعني الحقيقه، يعني اول مره كان يخش استوديو تلفزيون في حياته كان مع ابراهيم عيسى ولميس، بيعلمهم بيقول لك بص بقى، يعني بيعلمهم بقى الدايره تلف بقى وانتوا تلفوا الدايره، والاعلاميين قاعدين عادي راضيين لانهم جزم، حدش قال له خد تعالى انت ايه تخصصك في الاعلام عشان تعلمني ازاي بجيب الخبر وبتاع. فسيسي مشغول، قال لك انا ممكن اعمل كاتبتين احرك بيهم الدنيا، وعمل، عمل كتايب. السيسي عمل لجان الحقيقه وصرف عليها فلوس كتير، هي هو الامارات، يعني السيسي بذل كل ما يمكن عمله في القصه دي، ومع ذلك لسه مش عارف يسيطر على تويتر. خلينا نقول هو قال النهارده انا جاي لكم عشان يدخلونا في امه العوز، فانا جاي اخرجكم من امه العوز واخليكم امه بني ادمين عندكم كرامه، فتكتبوا لي هاشتاج